يقول السائل: أنا شاب من دولة أجنبية، صاحبت شابة كافرة سنين طويلة فأنجبت بنتا، ثم تبت إلى الله والتزمت منهج أهل السنة والجماعة، ثم دعوت هذه الشابة إلى الإسلام فأبت فتركتها وبنتها. السؤال: ماذا علي في حق هذه البنت الصغيرة التي عمرها الآن 4 سنوات؟ البنت ليست لك، البنت بنت سفاح زنا، لا تلحق بأب، وإنما تلحق بأمها. ولد الزنا يلحق بأمه ولا يلحق بأب. نعم، والتوبة إذا تبت إلى الله توبة صحيحة تاب الله عليك. أما البنت فليست لك، هذه بنت زنا. نعم.